بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيل وبغى لكم تنات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين كسو جري باب جواز حلق الرأس وحبابي هاي مدح حيردي سوني بنانتها للمحرمي قفك محرم كاي حج يا عمر صوح إذا كان به أذن مركم مدح دب كاي أما دب كقب ووجوب الفدية لحلقه يا فدية واجب يسحير إذا مدح الله حيريت مع الله حيري وبيان قدرها يين لعدي فدية ذا أنت ينتهي. قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود حدثنا حماد بن زيد أبو الربيع يمرك قواريري باخوض قضاني حديثك عن حماد بن زيد حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا أي قال أيوب سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الفقيه عن كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أتى علي رسول الله سحبه وحجري أتى علي رسول الله رسول كيابا إصوم مري زمن الحديبية سنة كي حديبية حلق حديبية سنة كي تضباد هجرة وأنا أوقد أنوهرنا يا أفوفيا تحت قال القواريري تحت قدر لي وقال أبو الربيع تحت برمة لي يعني وعربا إنه مسلم كالدو لبديس الشيخ الفاضو دي مريه بكالدوية وأنا أوقد أنوهر يا أمهرنا يا تحت قدر لي دري أن لها أما دكسي أن لها دكسي بان دبكو راعين هايون شدا هايون وحكو كرن هاي وقال أبو الربع سو حوري نبقى إسوام مري زمن الحديبي وأنا أوقد تحت برمة لي برمة دي قدري وحبا أوضح يا مركا برمة دو أصل كيوضو ودري قال لغا سمي نغاحا أما قلقل دي ودوبة لغا سمي يشلي قال لغا سمي قدر لكن وحكا ستو لغا سمي نغون كرا أما بيرها لغا سمي أمر دوبها لغا سمي برمة لي يعني دري أما دكسي بان دبكو الشيدة هاي نبقى مركا إصوام مري والقمل إن شرتنا يتناثر على وجه وجه قصو دادني مركا فوري أفوفها يدكسي أما دبكا أنشيدي بإن شرت وجه قصو قشي مضحي قصو داداتي فقال وحور نبقى يوديك مقربيا هوام رأسك مضحى عيان كسي حشراتك إن شرتنا مقربيا إسان بالله قوضا قال قلت نعم قال فحلق حير اسكحير تمها وصم ثلاثة أيام صدح مالموت نصور أو أمسه أطعم ستة مساكين اللي مسكين قود وراشين سي أو أمسه أنسك نسيكة نيف قورع اذبح ذبيحة أنسك نسيكة قال أيوب أصو حويلي مركو حديثك وريني أيوب وحويلي فلا أدري بأي ذلك بدأ صدح ذاك النبوك وكب الله بما قرني فلا أدري موغي بأي ذلك صدح ذا الرموت كذيب وبدأ نبوك باللابي وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسوا نسيكة لا بدأ صدح ذا كوكو باللابي ما قرني وإن إيمان دوت الروايات كورتا أرم بعده وحدثني علي بن حجر مياس السعدي وزي بن حرب أبو خيثمة النسائي ويعقوب بن إبراهيم الزهري جميعا رقى صدح ذا وذجرسي عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية كقات حديثك عن أيوب ومركة ابن علية وحم متابعين يا وذات كوري حماد بن زيد عن أيوب فهذا الإسناد سنة كان ساقو وحكو وري وذات كان ابن علية بمثله بمثل حديث حماد بن زيد عن أيوب وحدثنا محمد مثنى أبو موسى البصري قال حدثنا ابن أبي عدي واسمه محمد إبراهيم ابن أبي عدي عن ابن عون عبد الله بن عون البصري عن مجاهد هذا أنا مركة عبد الله بن عون يا وحم متابعين يا وذاتك يا أيوب أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ليلى الأنصاري عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال في أي في أمري أنا أرن كي قصدي أي أنزلت لسودك هذه الآيات وآيات أيضا فمن كان منكم مريضا كين حنوسا أو به أذى من رأس يا ما مضح لبكقبه ففدية مضح فرشا لقرباء من صيام صونة أو صدقة حوار رشيل لبحياء أو نسك نيف لقورعاء هلب لبحياء قال السحاب حرف فأتيته
نبي قانوي من تقدير تأخير بأكو ترى هذه مسألة وذكرنا إسحاق حقيقة وحياة النبي عليه الصلاة والسلام صومر إسحابي قصوغ ودكسي شدة هيا مركز المدحي سجلت كذا نسيب النبي والله يا أبو أركي وأكدت جاي نبي بوس كسي مشو فردي ما تنظر وقعد سنين مكوت جاي يوحور هالليوي يا كعب نعجرة وصفر رندري كعب الله يري النبي مشو أبوي متسلق جاي مركز النبي سودو يري سودو إلى مركز وصفي عن حالة ديزة وقبر رندري مرك حديثك صوم مختصر يا صوم مطول أبو مرك روايتك وكل من دون الأكساس يسكو حني ذهوش فأتيته مرك فأتيته النبي قال صوم مر اسم الديد هيا فأتيته النبي قال صوم رواه معي مرك رواه صوم مر كتبنا وإيه أنا مرك أسر أتقوي طيب هذا وكذا إذا شرحه فقال حور صوبنا أدن صرده وفدناه توان دواذي فقال حور أدن صرده وفدناه توان دواذي إلى النبي قصيف عن مدح سوار كيف قال حوري أيو ذيك ما قلبه يا هوام مك وعيان كذا هوام إنت بدو حل إذا هلق هلق يا حبتك قصة أيها هوام كلا إذا مرككاس أيها هوام كلا إذا ما يدب على الأرض ولا ما كتب بوس كقدر هوا هوام يسوام بكليهنا وي أول بدنيه قال ابن عم وحيري وأظن وحن أم لين قال إنه يمرك حديث كي ورني شيخ يقول نعم نبي الله وايد بياها فأمرني وحي أمر النبي بفدية تم تحفرش أمري أو من صيام من صونة أو صدقة أو كفارة لوجه ذا دم بقل الجلي ولا كفارة قدنا يا يخلط كل الجلي ها إن مدح الحيري من صيام من صونة أو صدقة راشين لقودي ومساكين لسيا أو نسكين جورعة ما تيسر وحي فوضى هذا نسق كل نف أري أقول يروح كبدنا والله بحين كراو وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله نمير قال حدثنا أبي أبينا وعبد الله نمير الهمداني حدثنا سيف ابن سليمان قال سيف وحور سمعت مجاهدا مركز سيف ابن سليمان بوح متابعين يا وذات كور عبد الله بن عون ها أيوب نكي كسر أيوب ها السختيان كلهم عن مجاهد سمعت مجاهد بن جبران المكي يقول حدثني عبد الرحمن بن ليلى الأنصاري مريه حدثني كمجري عن بطور كيسين طيب يحدث عن عبد الرحمن بطوم قشين هذا وام حدثني عبد الرحمن بن ليلى الأنصاري الفقيه حدثني كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه نبي سود الجوكس ذي صحابي كعب بن عجرة ورأسه تمي مدي حسنا يتهافت وضادنا إيه أما إذا دبس على قم لن إنشر درت تهافت كوا شيء قا ضاتي حق الناس إسراع أو إذا بتشوق وضاتا أما أصعد أقول قلة فقال نبي حور يتهافت يتساقط ضادنا يوي وحمك بوح دافع وضلق أما ضاتو سيز دبجوغن أقول قولا يتهافت كلا إلى هذا فقال وحور صبنو أيوذيك هوامك عيان كمضح مقربا يا قلت نعم قال فحلق حير رأسك مضح هذا حير قال ففي أنا في أرن كي حكم كي يدب كي يسبب نزلت هذه الآية أيضا كسوة دكتي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا فقال لي رسول الله رسول الله يقول لي صم ثلاثة أيام صدح مال مصور أو تصدق أما لبح بفرق دنبيل وين لبحه أقي بفرق ومركوا دنبيل قادة صدح سوس صدح سوس بيقادة دنبيل قادة وهي أما جراب أما أهل قادة مكا وحلوش بصدح سوس بقادة بفرق بين ستة مساكين فرق أو حظ قيب السادم بيشاس لح مسكين أو قيبي لح مسكين هدي هدي فرق لو قيب فرق ناين وحور قاد صدح السوس إذا السوس كم حنقون هيا صدح السوس هدي لو قيب لح مسكين وامح مسكين كستوى سوس بركي بالاسين نصف صاعي مسكين قول بحو قادر سوس بركي وانا سيدة حديث عدندن أو انسوك أم وحاد قور عداه ما تيسر روحي كوف قورع صدح تعمل إياه إذن حديث كوبا درقتان وحشرح آياء وعضينا يا آيات معانا هذا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام صون كلا مشيقين انتو إياه قرآنكم مشيقين أو صدقة صدقة انت وحيتين قرآنكم مشيقين أو نسك قول عوحو يا نبي قرآنكم مشيئين نبي قاف السيري بوحي يتلى أو بوحي لا يتلى
مركب بوحي لا يطلع بنبي وكفصير مركب أيضا. فقال رسول حيول صوم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق أو بين ست مساكين أو انسك ما تيسر سداوي راشين كان وحون نقضي لحم مسكين إلا قوديه نسكنا وحون نقضي إن في أريا لقورعه ماشي أجوك تامكو قيب أما ما كأدر كلقات ملا أما ملك المساكين جوغان بقيع وليس ملا أما صدح مال موت صور إذا صوم كي مجمل كها أما أن لفسرين إيا صدقة مجملة ذا إذا لفسرين أما مطلقة ذا هيد إيو نفسك إنتبا نبي فسره القرآن كعدي حديثه كعدي. وحدثنا محمد بن عمر العدني قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة عن ابن أبي نجيح واسمه عبد الله ابن أبي نجيح وأيوب ابن عائد أيوب كان ابن عائد وإما أيوب كي هران صوم ريه ابن أبي تميم ما هاي وحميد ابن قيس وعبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد جماعة عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى ابن عبد الرحمن كانت صوم رئيسين ويهد عن كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به نبي صوم رئيس صحابي كعب بن عجر وهو بالحديبية أسقو الشوغة قبل أن يدخل مكة مكة انتو سنقلين كهر بنبي صوم رئيس ماشي ودرق كشي دابن صوم وهو محرم أسقو محرم صحابي كعب بن عجر وحج صوحي حجنا ما يدمرك عمره واذكرنا يسوي حلا صعود عمره يعني. وهو يوقد أصوغ الشدية تحت قدر دري هوستي دبك الشدها يو دري كرن هاي والقمل إن جرتنا يتهافت وقد ضادنا يا مكوغ القلي على وجه سو كسو ضادني أما قصي قي فقال وحول صبنا يؤذيك وامك هذه إن جرتنا مدبه كوه يسامي سوا ويسكمل عن تني يسامش قال نعم نبي الله وادبه يسوارك تدبك يكوه قال فاحلق رأسك أو اطعم أو اطعم أو اطعم أو أطعم قود عفوا واطعم أو ما به فاحلق رأسك مضح هذا الحير وأطعم قود فرقا هل سوس دنبيل راشيننا بين ست مساكن أو قيبي والفرق ثلاث آصع فرقنا وسدح سوس سدح سوس أو مس الصوم حاطس أنت ثلاثة أيام سدح مال موتصول أو انسق حد قورع ذا نسيكة النف قورع نسق مرنا وا لا يطلق سوى لغوض عبادته النسق يطلق ويراد به العبادة مطلقا صلاة دي صونكي حجكي قورع إله اللي قد دواني وحاصل دنبا نسق ليد هذا مرنا قوني با لحلوه جيدا قورع إيه البها باللوه جيدا هذا مركا نسق خاص كا يطلق ويراد به العبادة المطلقة يطلق ويراد به خصوص الذبح لله سبحانه وتعالى لبدا معنى بوان نقضة ابن عباس عطاي عكرمة وحال قوريي في التفسير إنا يرن جرين كل أو في كتاب الله فصاحبه بالخيار هذا أو كأركت في كتاب الله روح أوضى أي خصيصه وحي الغشيق أوضى سي وكال الدورنية من نقص بكما إنو سميه صدح داس لشيقي مدن بك الدورن هذا محال ليلي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك عطائي عكرمة يا شيخ ابن عباس هابا ساسي أورنشري لكن ليس على إطلاقه ويكون بضانتي أو التخير إذا القرآن ويكون بضانتي لكن كلمة اتفاق معها طيب قال ابن أبي نجع سو وحور أو اذبح شاة أو اذبح أو انسك نسيكة ما بردهين وحور أو اذبح شاة أما النيف عليها قورع وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي خالد الطحان عن خالد بن مهران عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن عبد الرحمن بن ليلى الأنصاري عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به نبي قال صومر الزمن الحديبية وقت الحديبية للشوقي فقال له حكول أذاك هوام رأسك مكر لبها يا أم مكر لبي عيانك ماذا هذا إن جرت الله قوضا قال نعم بوري فقال له النبي حكول نبي احلق رأسك ماذا هذا حير ثم اذبح شاة نسكا كذبنا النيف قورع ألو دواشو نسكا أي تقرب إلى الله أما حلا إتهاي فدية كفارة إتهاي أو أما الصوم حاطسون ثلاثة أيام صدح مع الموتسون أو أطعم قود ثلاثة آصع صدح سزوحات وقيبسا ومن تمر تمرع على ستة مساكين لحم مسكين وقيبي وحدثنا محمد مثنى بن بشار بن دار قال المثنى سوحور حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الأسبهاني ابن الأسبهاني ومقعس عبد الله بن ليداده عبد الرحمن ابن الأسبهاني
وعبد الرحمن بن عبد الله من الأصبهاني عن عبد الله بن معقل ابن مقرن المزني وتابعي وتابعي إن كان ركوفا قال وحور وذات كاس أبيه بسحابي لك أسوى وتابعي عبد الله المغفل أسأل أسكو خلدا عبد الله المغفل وسحابي ورم وتنوى مزني لكن عبد الله المغفل وسحابي أسوى حد دور وورية إن كان عبد الله بن عبد الله بن معقل ليد هذا أسوى مقرن المزني وتابعي أبيه ومعقله المقرن بسحابيه وحور عبد الله قعدت إلى كعب كعبا لفريستي كعب أيان لفريست وهو في المسجد أسوى مسجد كتشوغا مسجد كوفة أسوى فرديا أيان أتوغن لفريست فسألت وحان ويدي عن هذه الآية آيادا بان ويدي سحابي كعب بن عجرة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك بان ويدي فقال كعب وحوري نزلت في أنا يقصو دكت آياته كان بي أذن من رأسي مضحى أيان دبك قبي أما مضحى دبك غيا لي فحملت إلى رسول الله رسولك إلى قال لي إيجي لا يحن بارنتي الله يقال أنا حنوصل مه نبي قال لي إيك حيوي نبي كويري يا اللي روا نبى نبي قصوا درو كالي كويري فحملت إلى رسول الله رسولك إلى قال لي يحن بارو اللي إيجي والقمل إن شرتنا يتناثر وضادنا على وجه وجه وكهو بني أما كهو بني فقال بحر ما كنت أرى مركو رو صوم ريب النبي وحوقات إني سنسيدي بني كدي من حر بلا حالات ده هلا إنه مسؤول بكير رحيم نواه أمضي بربنا وبصدق حالك ذي بكايست ما كنت أرى ما كنت أرى أمم لينين أن الجهد ربكو بلغ منك إنه كاجر ما أرى هذا وحن أركو هران ما كان في رده ركوب في شيء ما نموذين ربك هذا إيه مغض إنه كجارة وكهيستو أتجد شات النف على مهلك رتا فقلت لا ما النبي الله مهلك يا رب فنزلت هذه الآية آياتنا سودت تي qaybtan darawadu waxay cadeynaysaa ay ku cadahay nabigu markii hore uu yiri neef arya meheleysa ijtihaadan minhu buu ahaa qabla takhiiru neef arya meheleysa oo dhabhi ma bixin karta tayib nabiga markii hore ku ijtihaaday kadibna aayada ka jawaabto waxa la yimaa ma aha fidyadu iyo kafaarada ruuxan laga rabo murataba ma aha waa mukhayyara wa mukhayyara takhiir tayib فنزل آية سودك تيف فدية من صيام أو صدقة أو نسك قال وحوري صوم ثلاثة أيام بالغاربة صوم صدح مع الموضة أو إطعام ستة مساكين أم لح مسكين اللقوذية نصف ساع سوس بركي طعاما لكل مسكين سوس بركي بالله بحين يا يور وعنت يقود مسكين كستبع قال وحوري صحابي فنزل في خاصة آية عليه سودك تي وهي لكم عام مسلمين وفقا صحابه وأصوليين اسنعيوي وبرت على الشذي ومبان ورقاد إيو إشارة باجي إلا آخر ومبان معايا إلهي وفاهم معايا صابك صمالي ويقى أنه عيدا ماما وأنما يكون تميد إيو هي نما يكون تالو مضرب مثل با عند العرب ليدا ده مركة ayadu ana igu soo dogto igu timid sababka aanu ahaa laakin xukumkeeda wuxuu qoseeyaa nin walbo ila mid ah nin walbo ila mid ah fa nazala fiya khaasatan sababka ruu jeeda sabab nuzulku anigu ahaa oo aanay dhibkay haystay ba ilaahay ka jawaabay wahi xaq ayadu lakum midinka ya ta caamatan xaq xukumkana nin walbo ana ila mid ah ayay ayadu qoseysa waxa dani gooni ugu ama jiruulee saxaabigu وحدثنا أبو بكر إذا وحكوجر حديث كان وحكوجر علماء إن للرات صدو أو كل ما يشوي شجعان لوكو تجو وحكلو كوجر مساجد دا إن أهان جرين مرا علم جاي مسائل كدين لغو خلقاته لغو باهيو طيب وحكلو كوجر دي أصل شيء الدليل كأنه عام مسلمين تؤي هاي ومسلمين تضم بو ذا جارة الأصل في الأحكام والعموم والمساواة إلا بدليل التخصيص تيبو صحابي وتلمام هيا وحكلو كجيران مكات فضوى يحكم يقدر ريديسو ان هوشا كباران دكتور واقعدا مركو رسفي عن اوغبغوت ارغتيديه فيرنتيدا الي مركو را هوش لباي لباي كدسنتاي مساله اقون دينيت وان مركو راد وليداهي او مساله لوو كينا اي دينتا اي شريعه اقون قدر دير اد وليداهي قدر دير اد وليداهي كدي مركا لوو كينو مساله يا باب كده وان فهميسو ميد لباد حاجدنا اد هوس أو دكتور حاجة نما نوقيم بالي حربو كردا طيب حقل وين طيب واقع دفعان سنتاي نوازل بعدي عيد عدوني بإيمان هؤلاء سو كردي زمن كي السنة كواسع ضدكم واسيف فساد هيان
إن وناكسنا لما وايو حالة دا يوحد جرهورتا وإن الآد أغا ورنطو اللغو ورمو درادي سؤد عد مركا كاغا حكرون أدوريزتو كدبنا أد حكم كسارتو مركا فقه المسألة حكم كأغاشي سالة يدادا فقه الواقعنا وحالة دا إن أد أكتاي ماشا وحكار دعاي قبتوك داد ويدو وإن أد حكاية أدهوش هكيشو داد أدوك 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 فلين وياد وحدثنا بكم نبي شيبة قال حدثنا عبد الله نمير الهمداني عن زكريا بن أبي زائدة حدثنا عبد الرحمن بن الأسبهاني بن عبد الله حدثني عبد الله بن معقل المزني حدثني كعب بن عجرة ودارة ميشن تحديث بقوة الجراء قيبت الضنبي أنه خرج مع النبي إنه نبي الله بحيبه شيك السحابي كعب محرما أسوق عمر حضي فقمل رأسه مدحي سبا انشروبي يو اللحية قركي سبا رواية حديث كولية حتى حاجبي وشاربي سحابي قولي حتى حاجبي وشاربي أنا وحنوما إلبا قادة وذاتك رواية في تاريخ محبوشة غي ترجمة ديسة سحابي آدو تمقر حسان بوها نأو تمقر حسان قركة يتمها كوية ألا آدنو البوغوم من إيش ولا راعوها وحن موقتي بهالما سنيه إيو شاربتي قشي أول زال الماء وحين ترتي قشي وسحابي حتى حاجبي وشاربي سنيه كورن وي قشي شارو تنوي قش قد بدا مدح دا تامرك إن شرمه وائل بانو ملاي عرب واحد يجدي الاستا فبلغ ذلك النبي النبي قارن كاجر النبي قاوم شاقو قادي طيب سقاب أرك كدبنا وائي رواني قصوم مرة فأرسل إليه وأوفر يندر ومرك دم فدع الحلاقة تمحير النبي قوي ربك إن أنت ما حيرة فحلق رأسه ومدح يسوي حيرونك سحابي وتمح كاجر ثم قال له حكويلي هل عندك نسكن واحد قول على مهيسا قال ما أقدر على النبي لو ما أود فأمر وحو أمر أن يصوم ثلاثة أيام صدح برينه صوم أو يطعم ستة مساكين أما اللح مسكين أقوديه لكل مسكينين صاع لابد مسكين بهل صعب يسكولي بمعنى نسبة يوكل قادنية بعض النسخ سيدا سيد لغيان بعض النسخ وانا سيدا الصحراء بعض النسخ نوحي قرين لكل مسكين ساع ووهم مركا خطا وي تصرف كيم الرواد وي المحب الطبري حافظك وي هو شوي براروجيين لكن نصدع اعتقاد المسلم حقوق قرين سيدا هذا ينور قال لكل مسكينين لابد مسكين بو حجلي ساع هل سوس باو دحيه مسكين كنا سوس نسكي بو قادنيا فانزل الله فيه خاصه ايات نصوص ربي اوغو سو دجيي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ثم كانت للمسلمين عامة كدبنا حكم كذا ومضى اسم المسلمين ورم بوجاري رواية أبي الزبير عند الطبراني وحكتمت إن كعب وككفار جوتي صن رواية كان وحكوي من وككفار جوتي راشين بحنية طعام labada riwaayo marka riwaayad ka soomka ayaa loo badan yahay riwaayad ka soomka loo badan yahay xadiidkan dambaysu wuxuu ugu dambeeyay alfaadisu alfaad xuu koor imanaysa alfaad hore ayaa jirta saas uu riwaayisa gadaal u geeyay sidoo kale xog badan buu u ratiba midda koobaad ee xadiidka ku jirta waxa weeye waxa culimadu ku ijmaacaan xagga qadarka suusku ama saaci inuu afar mud yahay وحين جمهور السلف والخلف بدينهن كفارة إن مخيرتها وقفك مسلم كا مثل انتماها حيرة أما ماذا حيرة كفارة لقربه كفارة أيتها مخيرة أما سدح بريبة ثومي أما اللح مسكين بتراشين وقيبيني نوالبانا نسعة ثينيس وصاع نسكي صاع نوانيق صومر والله بكيري يبرد قدرك أغرون لبكيري يبرنا هدكيري الربع بات ثينيس ومتكل بكيري الربع بقادنا ما كان نص لسيني طيب مركا اما واحد اما نيف بد قور عيسى اني صاع وافر مد بالاجماع كفارضنا عاري جمهور السلف ومخيره مرتبه ما هو نينكي واي ديق واي ام براشين بحين اما سومي لورن ما هي صدق ابو سمنتاي مده صدح هذا الرعد حديد كاني طرق بدن بوليه يعني طرق ذكر الله أن وربا كشر وفربا كجدن لبا طريق مهيه طريق ابن أبي ليلى وطريق ابن معقل بسة ولبا طريق مسلم كجاب صدي وهذا من دقة الشيخين بيكتو سيسا
يعني انتقابه يسمى حديث طرق بدن بولي حديث كعب من عجرة لكن أصح الطرق وحوي وطريقان وأه وابن أبي ليلى عن كعب إيوه إي عبد الله بن معقل المزني عن كعب لبضع طريقه حديث كنا مركا صحابي كنا واجدا بكوفي بالنقضي رجع ورنها يا كوفي النقضي مركا واصنو حتى كصاب سن أي أباهن ريم مدينة إن أي كقتان ريكوفو وسنة تفرد بها أهل الكوفة احتاج إليها أهل المدينة مركوا نادر نادر وي طيب نقل ورجي الإمام محمد بن صالح المصري وهو شهاد عديات وشرحي يدو مركوا حكمت هؤلاء خاص كا إن أي مركا كفارض مخيرتها الروايات كحديث كولي قيابة كميدة سيعد عند أبي داود وحن قصوا مرة كون سيديد بول كنتون يتضبو من طريق الشعب عن نبي الليلة وحن كون مرأي إن شئت فانسق نسيكة وإن شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فأطعم أيضا هو الصريح لكن مقال باكجري نظر سند كيدا هذا دونت وحقورع هذا دونت سدح برسون هذا دونتنا راشين بحي عند مالك في الموطة من طريق أخرى وحن كون مرأي أي ذلك فعلت أجزاء أي ذلك فعلت أجزاء صدح ذاك يا ثمي صبا وكا غفرنيا وكا غديا حديثكم مركو حو أصل وياهي أصل وياهي في حلق الرأس لأدى القمل وقاس الفقهاء ما شاركوا في المعنى حديثكم حو أصل وياهي يمكن مدح دبو كغار ومركا أبا تمين أنو حيرو تمين إسك حيرة حكم كقرآن كوشيء ولا تحلق رؤوسكم قرآن كوسجود وشيء نبيونا أبياني أو تفسيري أو فسري وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أي أصل وياه حاونها كله حاونها كله إيه روح الجارة إيه أما الضرر أما مرض كلا وحي لم يديهن مضحى والله حيري لحكمه مضحى والله حيري يي لحكمه ومرك أصل بوياي الحديث هو أصل في حلق الرأس في لأذى القمل لأذى القمل هذه مضحي حنون كروكا قبط أما نبر باكا قاري أما بوك باكا قشي كدبنا تيمي بالحيرت أما واللغات طوبي أما واللغات دلان دلي وحي نقدما نقدية لغون بلا دلال دلي جري وأدو مضحي تيمي لحيرا الله بهذا لأذى ولمرض حقين مرنين وحان مرنين تمام مرك الله حير إن تردرتي وحال لمدة مرك الله حيره بوجي عنباري وحال لمدة يحنون كله ولا جم أنا جم مرمين مرك شينه ومنصوص نصا شينه حوى يقاس عليه ما دام أي وذاقان إلا ذي معنا أي وذاقان بابك وحكوا للسوق اللي يي تمك استول حيره تمك استول حيره وشركة كويال والله مت مثلاً لغها وصا مثلاً سكتوبي سام لقاط لاندليا أما ملك بالرواين لا تمي بالحير حاد يغرت بالأتكحير صدق دور لما يداه من قشاش وان دور والله ليه صون حوله ولا مدي المهم تمها شركة لقى حيرة كلنا مضحين لمدي مضحين لمدي ابن حزم وذاهر كل يا خلافة فقالت ذكر اسكمل بين مرينايا اسكمل بين مرينايا أنت مركا أن كنت إن حدك عمقس وعادي هاي محيص وارك كليا مكانك مكانك شرط ما مش الجوكتات كوب عين كرتا نصوقة مكاد جين كرتا نيروي مساكين جوكتات راشين كسين كرتا لما دين مال لما عيمن نبي قلنا ما عيمن أن نقول عيمن ما إنه والعمل ويعمل بالمطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل شيء إلهي أوصن سيتين رسول كان أوصن دبرين سيت لأنت يا دبر لأنت سلقو ديني ماشي الجوتات كل بحين هل كجوتات كل سومي راشين كا أما مكجي أما غير مكجي رين يوري بقحوتي مساكين تسي ولا اسم الله باب جواز الحجامة للمحرم وحب بابي هاي توبينك إنه أب النعية قفك محرم كا توبينك قفك لقاه الله يو ومحجومك كيل التوب يوي حاجمك ما نينك وحتوبة يا سوق محاكا قصي سوق ما حير هايو سوق تملقى حير ما هايو نينك اللقاها الله يو وانينك اللا توبة يي اما مدحا اللقا توبة يي اما شركة ملكا اللقا توبة يي اما لا داوين يي
اللو بهانا يتميس إن ماشي لقى صارو لقى قوي ولقى بني. باب جواز الحجامة للمحرم. حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال آخر وحيدة هذين يقونا آخر لبذك الوحيدة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي عن طاووس بن كيسان اليماني وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس لبذا الشيخ أبو عمرو حكورنا إياه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. نبقى استوبي أصغوا محرمة احتجم وهو محرم حجة الوداع إن يهيد بان اللوب بذن ياه نبي محمد با استوبي أصغوا محرمة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور الحنفي قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي عن علقمة بن أبي علقمة التيمي ابن أبي علقمة واسمه بلال بالليل هذا وعلقمة بن بلال التيمي عن عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن هرمز الأعرج عن ابن بحينة واسمه عبد الله بن مالك صحابي هو يذيب الله ترنا يملك مجيء عيسى وعبد الله بن مالك هو يذيب عنك ياي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله احتجم استوبي بطريق مكة مكوضة جدك مكة مركز يسعد المدينة كبح صوى محرم مكة آذي لحظوا نبي اسكتوبي وهو محرم صوى محرم حقا اسكتوبي وسط رأسه مدح سبرتميه سمدح برتن يسو اسكتوبي هل كاس ككت كراء أيو نبي اسكتوبي. وحي مركة وسط الرأس بالورن هياه وسط الرأس ومركز سين كين لكورنبو يين له إن لربه والإسكا وسط الرأس ميا مسوا وسط الرأس هذا نو حي دكان وسط الرأس بايدين دكان سوسي ده ما طيب. وحي أنكل السوء مينين إسكود دكان وحي أنكل السوء مينين إسكود دكان وسط بالورن بايده سيدي مدح وكلاء يشرك وكلاء مرض وكلاء وحيس كل دقن مرض برتن كذا وسط الثوب وسط الرأس بعضه وحيس كل دقن وحي كلا سوء من كراسيد صفف كوكلنا صف هو كلا بحان بحق وبحكرا لأن حق يستاهي كرا وحي كلا سوء من كرنا وسط بالوسينك والور يا بابا يدها نمنا الله بدو يبنان تبي سوق ورشان دبم بلا المهم هل كان مدح برتن كيسان كتوبي طريق مكه رواية البخاري وحي قدرتي باللحي جمل باللحي جمل وطريق مكة مركة ما لحي جمل اللي هذا عيل ماها لحي جمل بين بعض الناس شيئين أي نصدق قرن وحوقاتين دقل كي لفتي إن أنتو بينك أو لفت لف جريت كي رتيجة دقل كي سين لقطة بالنبي أو لفت أسوي للدولة يزيدي جيس كي أكل لقط دقل النبي ولقطة بما وقاب مقعد ملبا وحال مقعد اللي هذا لحي جمل أو لحي جمل وأنا عيل مقعي أو وضدنا مكة كبة هذه مدينة كبة المكة دكوية الله واسمه موضع نبي محمد با استوبى أسقوا الصومن نبي محمد با استوبى أسقوا محرمة أنتم بعض مريسان طيب. حديث كان مركة حديث كان عبد الله بن بحينة أصلا محو أصلوا يا هاي قفكم محرم كا إنه استوبي كرو نينك حاجم كي توبة هي وحتوبة يا أسوأ الله جماه الله كي استوبي بالله جماه الله يا كي استوبي ولبا حالهم بنغون كرا لبا حالهم بنغون كرا إن ضروري حاجة وستوبي وأتداو قفك محرم كي معتمر كا أما حاجة إنه يستداو هرتوي بنانتا حنوم باقبتي إلا داويه ويبنانتا هاي مركوا لحاجة أو لضرورة لسدة ووي بنانته داود أمرك الله بنوعه إن لقوا داوين كرا أيضا لقوا عيني وحن 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 بناني أيضا لقوا عيني وحن بناني ومثلا داواء لهين يدقوني عرف يطيب لهين بل لقوا داويني وحلقوا داويني يا داوين يقابل لقوا داوين أن لوب بهين ثمها إلا حيره لبضع مدموي waxaa laga caray waa maxay qof hal ugu daaweeyo laba waa in la iska ilaaliyo waa in laga fogaayo waxyaabaha carfay udgoon ee diibka ah in laga fogaayo midda labaad waa in laga fogaayo timaha in la xiro ama jirka ku yaal ama madaxa ku yaal
marka qofka muslimka ay xanuunsaday in la daweeyo muhrimka ay haajiga hada waa is daweeyaan marka haajida umraysata way ogtiin ku xanuunsay sidoo loo orda waa la qaada waa is daweeyin daweynta marka hadaysan timana aan la xeerin cadarna aan lagu marin wax laga rabo ma jiro fidi ma laha adoo qabaystoon bay la mid tahay adoo weysistay la mid tahay timana maada xeerin lama goynin wax barfuun carfuuna laguma marinin إذا مركا وحاوي واز داويس شي كوب بنانا وات سميسي شي كوب بنانا دات سميسي وذن محظور كلام كل عنا وحلا قامر من غير طيب ولا قطع شعر ولا حلقه طيب مالك بقى سوق هو شوك هذا من حيث المذهب بقى سوق حوله وكراهه وكراهه ان روح مسلم كا از داويه داوى كيني كرتاه إن ديب لمريه أما تمل لك قراءة سوى محرمة حاجة معتمرة حسن وحور يسوى قبي أهم بفيديا واجبيس هذا مر بدأ يزدوي سألقى وسوى وفق هذا مركة هذي ضرورة ما دو ومركة واحدة بقى أما حاجة ما دو أن استمال لقوينين ديب نعان لقو مرينين وحاوي كفار لقى مرابو كفار لقى مرابو هذه حتى أيضاً ضرورة جرنا أتكعبها تقول أنت لبضع أنا كبد بدن وحلا جامر رب وحلا جامر رب هذه لكن ضرورة وعاته أما حاجة هوش نقد جيزه وتمال لجيو ديبنا لقوم مريه في دي على جار ربه في دي على جار ربه مرك حد يقول أصله يهاي جواز تداوي للمحرم بما لم يكن بطيب أو حلق شعر وي طيب أصلًا اللي يزداويو إن بنانته محرم كي معتمر كأب بنانته حاجة هدي اللي جبت بعد الله بعدها هدي لكن اللي جبت بعد واي وان اللي يزداوين في دينا والله يسكربا في دينا محين نقطي في دينا هذا ثم رئيسي حديث كي كعب ابن عج راغت كسم رئيسي حديث كان مركز سداسو أصلو يح سداسو أصلو يح هذا حتى اللباس كله عضو ومحظورات كله على سدام بادية في دينا في دي عام وما لبضن كشوي باب جواز مداوات المحرم عينيه وحباب يقفك محرم كها هذين ده لقى قبطه وبكورة كل عضه بكورة أما قري داف وحدي جرتين داف شو قرن ما يسون ده لسك قبطه طيب محاط هذا يا رجارس إن دبوك بيد هذا إن دبوك وين اللو بي إن دبوك بيد هذا طيب إنه ما عندي جري بكورو تن لواتي وشان معادي تن قول لافن معادي اي نوا بكورو سياق بلوك الزاري واي قدان تن مطوبة دهانان افغي نماء مية واي المين الفان ترم مربا باب جواز مداوات المحرم عينيه اللي بضا ينضو هدي لغا قبطو حنون كاقارو ان قفك محرم كي معتمر كما حاجيك وسكدا وين كرو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزمن حرب جميعا صدح ذا إمام عن ابن عيينة سفيان قال أبو بكر رسول حوري في روايته حدثنا سفيان ابن عيينة أيولي مدين عن ابن عيينة صدح لبدو ذا أيدا حدثنا أيوب بن موسى الأموي عن نبيه بن وهب ابن عثمان بن طلحة الحجب العبدري نبيه بن وهب وتابعي قال وحوري خرجنا وحن لبحنا هضان هاي مسلمين مع أبا بن عثمان بن عفان وتابعي خرجنا وحن لبحنا مع أبا بن عثمان هذا لبحدين أسجى أمير الموسم أها كل ذلك مال كحجي سنة كحجي أسجى أمير أها طيب إيه مدينة كب حي هذا الكاسيو مكة هذه حتى إذا كنا مركز نجاني بمال للمشى الليل هذا ومال مقعد ولغوسي فرطول الدقو اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر باو وكشكت التيمي عينيه انه كشكت صحابي تابعي قاس انها كحن صدي فلما كنا بالروحاء مركان قارني الروحاء انه وين صومر وميل مقعد اشتد وحاضر هذا وكسي الدري وجع حنون كيسي مركان لما راي ملل ميش اللي هذا ايو دري ما انها ان داف ام بكور اي كايسو حنون صني وحور إسكات كيس إن رجع الله كارد جاي مركو عبار للسعود وماشى الروح الله جاري يوحنون كيسين وكسي الضري فأرسل وحوف الرندري وذات كاسي عمر بن عبيد الله يحنون سني
إلى أبا بن عثمان بوفر يندري أو سؤال ويدي سنة يسأله ويدين بأي شيء يعالجه محو ويدين سقى أميركا وأن علماء فقيها فقهاء المدينة عشرة منهم أبان بن عثمان بين فقهاء فقهاء الرئيس مدينة تضبا مرة مرة وطبعا هدير لبديه طبعا كأوا وين وحاكم ذا طبعا كرقوا وين أبا بن عثمان عثمان بن عفان بعد الله صحابي قاسر الله يذكرنا إسا خليف كاس من قيام بدنا عقل بدنا وفقيها نواها مركم بعدما أمير كأوي هاي أمة دم ودي كل يده ودي حقا إنه إن عالم جاي حورا دون ده لقاها يا إن ده مركم واحد اللي داوين يجينا وحلاقة يا با إن زعفران يعصفر لقود داوية ورس يهرو لقود داوية وحلاقة يا با داو عرف يسوق تقول إلا مريو وحلاقة يا با حربه يتيم إلا حيرو الداتان بلقة يا أمر دعان وبقصدي وفعل فاعل كل عان في ذاك واجب اسم الله سما يو يسأل وسوق ويدين يه روايدي حميدي بأي شيء يعالجه روايد حميد وحي عضي سيو حل ويدي أبا بأي شيء يعالجه بحان اسكو داوية عند أبي دادو حان قصو مرأي فأرسل إلى أبان وهو أمير الموسم أمير بؤاء حلق سيدنا عثمان وهي أساق مركز وشاسي مسؤول كهار فأرسل إليه حقوقه جوابي سؤالي أندمدهما كفا شدي أما كل روب بالصبر صبر كباك اللي قال بالك خراري سمينا أرقي إذن كان أسكو قرص فشار هذا دعرهم دعر مريوي صبر كسمالي ويتغانا صبر بدايه وصبر ذات كان علوش فريستي بانتي قستان بال هذا خراري العبس وقرن ميزا دعان كاسا سبر كلا إذا هذا أما جيت كيسبة أنا وح أخرار الصومالي عبت وضع عرم عرم ملاي طيب دعرت أمر كلا أما سبر كاسي مذا بأهان وهرود وشال كرو إنه كم ذا ما لكن ما كلا قسم حون نقطة يرشالو نقطة شال أنا لما أقول إن قف كم حرم كحاجة رجع لبكة خاصة لبض ولودي ده أنا وينك الصومر رو مر كوان الصومر فإن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حدث وحكش كتبي عن رسول بني سمر وحكتبي في الرجل منك إذا اشتكى عينيه مكلا من ذكشكته وهو محرما أصوغ محرما ضمدهما وحكود روبي أما كف فاشد أما كوكبي تلميذك هو مركة فاشد أما خير قد أما مرة أنت داولا مريو ماشي أتكحن من صنايد أما بوقت اللي قد تشيو إنه محمد راد يا أمره بتان أما صارد أما فاشدين وبياد حكى لقرن ماين فإن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حدث وحكتبي عن رسول الله رسول الله وحكتبي في الرجل في حكم الرجل نين حكمك إذا اشتكى مركو كشكته هبل وشيغان يا وحنوصنا يا أموي صمالة إرقاس عربي وأسل كسي وعربي لكن صمالة هم بيستعمالا وهو محرم سوق محرم ضمدهما وكل روبة يا أمو كفا شدين بالصبر بالك الليلة عند أحمد وحاكوي من أسوق في لفظ أن رسول الله رخص في المحرم إذا اشتكى عينيه ورأسه أن يضمدهما بالصبر ونحو للنساء النساء ما كسوا مره إيري اللهم بذان كسوا مره وحدثنا وحكوا لحدك إنو التبيي إسحام بن راهيم الحنذلي سعدنا رواه وذكرنا صاحب التفسير والمسند إنك قيمة بنا إمامك قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري قال حدثني أبي أبينا وعبد الوارث بن سعيد حدثنا أيوب ابن موسى الأموي حدثني نبيه ابن وهب العبدر الحجبي أن عمر ابن عبيد الله ابن معمر رمدت وحب كروتي أمد في كل عي أما إن دب كل عي رمد عينه إشي سبب هي حنوستي واتقنا بيلتاي إشي بوك حنوست لما يرد بوك حنوستي فأراد وحود معي نك تابعي عمر بن عبيد الله أن يكحله أن يكحلها إنه كون دكوله بشيء فيه طيب ويهدى إن دكول كعادي قال لما ديتنو ما كان محرم كتي حاجة تاي إن دكول إسكعادي ومدون أتقون لهين عرفين دم لها على الراجح عند السلف والخلف ولدي حتى زيادة النوع عاصي حرقة النوع عاصي اسقرحنت النوع عاصي اللهم باني و شعث طفل انا قتال الدنيا ويجران لكن وحلو بدين هاي انو صندب الله هاي مركوا القصبين هاي
إن مركا ليدادو فأراد وحوضوني تابعي عمرها أن يكحلها إنو كون دكولو كحل فيه طيب وواحد كون كجرو فنهاه أبان عثمان بأودي ذي ويدها كون دكولها نمرين بالك طيب كأن كل قد أنت بدويد كون عند العرب قديما وأمر وحو أمري أن يضمدها إنو كل شيء أما كفاشي بالصبر بالك ليدادا أما الدعر أما صبر كان قرار العبتان وحدث وحنا كتبي عن عثمان بن عفان بكوري هوشا يدا مركو فتوون أبان بن عثمان عين مثل أنه فعل ذلك النبي قصد عيالي ونمن صحابه ولسو حجي وانها كحانو صدب بكورة كل عبي أما الداف كل عي قول الداف كل عين النبي قصد كل داوي حديث كان من حيث السنة مسلم بان لا تفردي مسلم بان لا تفردي بخاري موريه مسلم حال لو ذاك أبو داود النسائي الترمذي أحمد بن حنبل يدارمي في سنة كذلك ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وإلا وذاك وحديث صحيح انت وحادير الإمام علي بن عمر أبو الحسن الحافظ الدار قطني كتاب سأتطبع الإلزامات بخاري والنقدي وحول البخاري وحديث كتب وقل ضمي بخاري دار قطني حنكون نقايون نضوري وندبي استقمان توحوليه بخاري حديث كان محاض وقتك تؤسس ساري وإذا في صحيحك لأنه معايا إلي حديثك هو صحيح بروح إلى أن أملها وكل جاي يعني. كتاب كيسة تتبع الإلزامات رقم كبقول صدنا يلا بك فيرية وحور وأخرج مسلم حديثي نبي وهما صحيحان ولا عذر للبخاري في تركهما وحروف تيسي حور وأخرج مسلم اسمه حصو ساري حديثي نبي حديثي نبي وحديث كان كيكو بادوا كان لابد حديث النبي نبي بن وهب ابن عثمان بن ابي طلحه الحجبي حديث هو كان من نوع حكي من دونا كتاب النكاح كتاب النكاح بكوي من دونا كن افر بقول يا سقال يمكن نمت نقوين هيستفيري كن افر بقول يا سقال بكوي من دونا وحديث كورنيا قفكم محرم كاللوم اوغولو انو هاويني غوريا اما غورسد اما او دونا اما لو دونا حديث كان اسقا ورين دونا لبدا حديث بالبخاري مصر صارين مثل قصة روح محرمك إن ده إسكت داويني إيو حديث قصة بسان محرمك إن أنا لو قرأ إنو حقوري أما قرصة أما لو دونا أما دونا لبدا حديث بالبخاري وحوقت تقي وحوري وا ووحن لو بانين وأخرج مسلم حديثين نبيهن وهما صحيحان لبدا حديث بأ ولا عذر للبخاري في تركهما ساسو إمامك كوي للبخاري مع كذا جواب إسان حكاك الجواب إن بخاري لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح دار قدني وقد قد كاذو مويني هي بخاري وحلقو قبصد ماشي ميا المحاجرة بخاري مبلن قال إن حديث كستو صحيح إنه كل شيء يو كتاب كيسا مبلن قال بل أساقا وحيري وحي أنيقا أمركان وأركيبان كيني وتركت من الصحيح كثيرا خشية الطول وحي مركا مركا يقوم دائما سوروري حديث انه صحيح وان كتغي سان كتابك وين انه ديران مركا عربا انه يجاد احاديث ان كتبر درنا واد وريزي كوا كعلوس نواد كتكتب ولي هاد ولي المهم جاوبت وانتاس جاوبت وانتاس حديث مركا سناس الحوية هاي مسألة دي تداوغ اهيد واصلو انها تتكحن روح محرم كا حاجيك ام معتمر كا دوحن صدو انه يزداوين كرو هذا الدواء أن تمحيرت كيني إن تمه هذا الله حيره شركة ما مال على غيره أذكر داويسه أما أن يقولون الطبيب عذر عن الله أذكر داويسه وحف دي على مرة هذه لكن الوجود داوي وحن يقولون يعدي بي عذر لا أما تمه إن الله حير الله بعضه وجرح الله وصمة يا متوبين وكله وتنه من لقى جوي مركب على غربة في دي ده صمر تنا هذا من نف ديك نف أريا صدح مرمض الصونة أما لح مسكين وتقودسه والله سبحانه وتعالى عليه.